ننطلق وبترنيم الفرح ندخل إلى دياره. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدوس معكم جميعا. أيها الإخوة، لنذكر خطايانا ونندن عليها فنكون عقلا لإقامة الأسرار المقدسة. أنا أعترف خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك بعثت إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى رب إلهنا. رحيمنا الأخ القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Laudamus te, benedicimus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
cui tolis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Sedes ad exteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sanctu spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Sally. O God, who made your only begotten Son eternal High Priest, grant that the one he has chosen as minister and steward of your mysteries may be found faithful in carrying out the ministry he has received. Bil Masihi Rabbina. Amen. فقال لهم بطرس وقد امتلأ من الروح القدس: يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ، إذا كنا نستوجب اليوم عن الإحسان إلى عليل ليعرف بماذا نال الخلاص، فاعلموا جميعا وليعلم شعب إسرائيل كله أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم فأقامه الله من بين الأموات، بهذا الاسم يقف أمامكم ذاك الرجل معافا. هذا هو الحجر الذي رذلتموه أنتم البنائين فصار رأس الزاوية، فلا خلاص بأحد غيره، لأنه ما من اسم آخر تحت السماء أطلق على أحد الناس ننال به الخلاص. كلام الرب. يقينني ومياه راحة.
تهيئ أمامي مائدة تجاه مدايقي، وقد مسحت رأسي بالدهن وكأسي مروية. تتبعانني جميع أيام حياتي، وسكناي في بيت ربي طول الأيام. الرب راعي فلا يعوزني شيء في الثانية. قراءة من رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى. انظروا أي محبة خصنا بها الآب لندعى أبناء الله، وإننا نحن كذلك. إذا كان العالم لا يعرفنا فلأنه لم يعرفه. أيها الأحباء، نحن منذ الآن أبناء الله، ولم يظهر حتى الآن ما سنصير إليه. نحن نعلم أننا نصبح عند ظهوره أشباهه، لأننا سنراه كما هو. كلام الرب. في ذلك الزمان قال يسوع:
أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف، وأما الأجير وهو ليس براع وليست الخراف له، فإذا رأى الذئب آتيا ترك الخراف وهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبادئها، وذلك لأنه أجير لا يبالي بالخراف. أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني، كما أن أبي يعرفني وأنا أعرف أبي، وأبذل نفسي في سبيل الخراف. ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، فتلك أيضا لا بد لي أن أقودها، وستصغي إلى صوتي، فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد. إن الأب يحبني لأني أبذل نفسي لأنال ثانية، ما من أحد ينتزعها مني، بل إنني أبذلها برضاي، فلي أن أبذلها ولي أن أنالها ثانية، وهذا الأمر تلقيته من نبي. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. بدأ رتبة الرسامة الكهنوتية المناداة. سنحتفل اليوم بعرس من نوع آخر، سنحتفل بالعرس الروحي الذي فيه تتحد إرادة الشماس علاء مع إرادة الله من دعاه إلى هذا الحب. بعد قليل سيجيب على نداء الرب يسوع المسيح الذي يدعوه إلى اتباعه في كل لحظة من لحظات حياته وبعمق في سر الكهنوت. سيجيب بنعم سيقولها اليوم بطريقة احتفالية أمام الله وأمام الكنيسة، كما وسيكون صوت الأب يعقوب الرفيدي رئيس المعهد الكليريكي نداءً موجهاً ليس فقط للشماس علاء، بل لكل من يشعر منا بهذا النداء في قلبه، فيكون هذا النداء دعوةً لنا جميعاً لاختيار إرادة الله في حياتنا وعيشها والعمل بها لخلاص نفوسنا. فليتقدم طالب الرسامة الكهنوتية الشماس علاء سليم عيسى بعير. أيها الأب المكرم، إن أمنا الكنيسة المقدسة ترغب إليك أن ترسم أخانا هذا كاهناً. وهل أنت على يقين من أنه أخن لذلك؟ بعد الاطلاع على رأي الشعب المسيحي وبناء على شهادة من يعنيهم الأمر، أشهد أنه أهل لدرجة الكهنوت. وإننا ونحن نستعين الله ويسوع المسيح مخلصنا نختار أخينا هذا لدرجة الكهنوت. الشكر لله. First of all, I greet you, Allah, your family, all the bishops here, and the clergy, the sister, and all the gathering. قبل كل شيء أحييك علاء، أحيي أهلك، أحيي الأساقفة والكهنة والراهبات وجمع المؤمنين الحاشد. I'm sure that it's nice to see priests that are coming from all different parts of Jordan, Palestine, just to be here present for this important moment for your life, Allah, but also for the life of our dioceses and for the Latin Patriarchate. إنني فخور أن أرى العدد من الكهنة قادمين من كل أطراف الأردن وفلسطين، أتوا ليجتمعوا معا من أجل أن يشهدوا هذه المرحلة الهامة من حياتك علاء،
ومن حياة أبرشيتنا المقدسة. You see from these small signs the attachment and the care for the priesthood. هنا نرى ما هو معنى الكهنوت وكيف إن الكهنوت مقدس بالنسبة لنا جميعا. And also the joy for the family, because you now joy, are already part of the family, but now you join the family fully. أنت هنا ترى فرح العائلة، العائلة الصغيرة، ولكن أيضا كل العائلة الكبيرة حولك. You choose, I will be very short because double homily is complicated, but you choose as gospel, the gospel of the good shepherd. أنت اخترت إنجيل الراعي الصالح. And the meaning of the good shepherd is very well explained in the passage of the gospel. والراعي الصالح الذي استمعنا إليه في الإنجيل قبل قليل. First of all, it's clear and it's clear to every one of us that the good shepherd is not me, is not you, are not the priest. The good shepherd is Jesus. الراعي الصالح أولا وأخيرا ليس أنا وليس الأسقف وليس الكاهن وليس أنت، إنما هو يسوع المسيح. We are called as priests, we are called parish priests, pastors, but we are shepherds on condition that we are attached to Jesus. نحن نسمى رعاة أو كهنة رعاية، ولكن بمقدار ما نكون ملتحمون أو ملتحمين مع يسوع المسيح. So we have to understand our service, our ministry, as a ministry that we receive from Jesus, is not something that belongs to us. إن رسالتنا هي التي نستمدها من يسوع المسيح وليست رسالتنا الخاصة بنا. So what Jesus says in this passage you choose. ماذا يقول يسوع في الإنجيل الذي اخترته؟ So the first thing that the good shepherd does is that he has to defend the flock, the sheep, from the wolf. أول مهمة للراعي هي أن يحمي الخراف من الذئاب. I don't know how to say better in English. The wolf wants to scatter and catch the sheep. الذئب يريد أن يقبض على الخراف وأن يشتتها. While the shepherd should wants to keep the flock united. ولكن الراعي الصالح يجاهد في سبيل أن تبقى الخراف متحدة. And this is, I think, is already the first lesson for us and also for you. إنه أول درس لنا جميعاً ولك بالذات. There are many wolves today in the society, sometimes also in the church. هنالك العديد من الذئاب في المجتمع وأحياناً في الكنيسة. I mean, there are many elements of division that want to scatter, want to create problems, conflicts, and so on. This is something that we experience continuously in our life and also in our communities. So this temptation is, this danger is always present. Wolves, the symbol of wolves, is always present in our community. الذئاب التي يعنيها هي كل محاولات التجزئة والانقسام والتشتيت. إننا نراها في مجتمعاتنا كما نراها في حولنا في العمل الكنسي. So the shepherd, first thing, according to the reading, is to defend the community and to keep the community united. إن أول مهمة هي أن الراعي يحمي الخراف أولاً وثانياً يجعله دائماً موحداً. And what does it mean, scattered and to catch and scattered? ماذا يعني أن يقبض الذئب على الخراف أو أن يشتتها؟ The sheep are scattered when they are separated from the shepherd, from the pastor. الخراف مشتتة عندما تبتعد عن الراعي. So, and we say the shepherd is Jesus. So, your role, the role of the shepherd is to keep the flock united. But it is possible to be united if it is united to Jesus. المهمة للراعي هي أن يجعل الخراف متحدة أولاً، ولكن أن يجعلها دائماً متحدة مع المسيح. And the role of the parish priest or the priest and the shepherd and so on is to be the element of unity between the flock and Jesus. والمهمة الأساسية للراعي، لكاهن الرعية، لأي كاهن، هي أن يجعل الخراف دائماً متحدة مع المسيح. If you don't pray,
And if you are not united to Jesus, you will be not able to unite your flock. إذا أنت لا تصلي ولست متحدا مع يسوع لن يكون بمستطاعك أن توحد الخراف. The role of the shepherd is essential because without him there is no community. الدور الراعي هو أساسي وبدونه ليس هنالك جماعة. It is true that without the people there is no community. بدون ناس طبعا ما فيش جماعة. But without priest the community cannot be united. ولكن بدون الكاهن هذه الجماعة لن تكون أبدا متحدة. Because there is no Eucharist. لأنه ما فيش يسوع. The second passage will be very short today. The second passage is written that the shepherd knows the sheep, the flock. الفقرة الثانية أن الراعي يعرف خرافه جيدا. Another passage is written at the beginning of this chapter that he knows one by one by name. إنه يعرف واحدا واحدا باسمه. To know in the Bible means to love. أن تعرف بلغة الإنجيل يعني أن تحب. So the shepherd is not the one that is there with salary, mercenary. I don't know what's in English, mercenarios, mercenary. Okay. The shepherd loves the sheep. الراعي ليس أجيرا ولكن الراعي هو راعي. So there is difference between the shepherd and I don't know what to say in English. Mercenary. Okay. إذن هنالك فرق شاسع ما بين الراعي والأجير. The shepherd loves the sheep. الراعي يحب خرافه. According to my experience, people immediately understand if your heart is with them or not. إن الناس بحسب خبرتي تعرف إذا كان قلبك متعلقا به أم لا. When you visit a parish, you see immediately which relation there is between parish priest and people. وعندما تزور الرعية ستجد ما هي العلاقة القوية بين الكاهن وشعبه. You can be wonderful in initiatives. You can have wonderful summer camps. You can have wonderful homilies, but if you don't love them, the community doesn't work. بمستطاعك أن تكون مبدعاً وأن تكون دائماً مبهراً ولكن إذا لم تكن هنالك المعرفة والمحبة سيكون خالي من المعنى. And you love them if you love Jesus. وأنت تحبهم بمقدار حبك ليسوع. Because you can only distribute, you can share an experience that you already have. If you don't have the experience of love of Jesus, how could you pass this experience to the others? إذا لم يكن لديك خبرة بمحبة كبيرة مع يسوع، كيف بمستطاعك أن تشرك هذه الخبرة مع الآخرين مع شعبك؟ The last passage in the gospel says that I, Jesus, give the life, but I want to give the life for the flock. والمقطع الثالث هو عندما يقول يسوع إنني أريد أن أبذل نفسي في سبيل الخراف. To give the life means that you are your interest, your priority, your personal ideas are the last ones. People, the flock comes before because your life is for them. أن تبذل حياتك يعني أن تجعل أولوياتك الخاصة في الدرجة الثانية وأولوية شعبك على رأس السلم. The shepherd is not the boss. إن الراعي ليس الرئيس. The boss gives order. الرئيس يعطي أوامر. The shepherd gives life. الراعي يعطي الحياة. So my prayer for you, we desperately need priests. We need shepherds. We need people ready to give the life to Jesus through the people that are entrusted to them. صلاتي هي أن نكون رعاة صالحين ونكون رعاة بمقدار ما نستعد أن نعطي حياتنا ليسوع من خلال إعطاء حياتنا للناس. And the only way to do all this is to be always at the school of Jesus.
والطريقة المثلى لكي نحصل على ذلك هي أن نكون دائما تلاميذ في مدرسة يسوع. We always are disciples of Jesus. دائما نحن تلاميذ ليسوع. As long as we are at his school, every day of our life till the last day of our life, we could be good shepherds. نستطيع أن نكون رعاة صالحين بمقدار ما نكون كل يوم وفي كل دقيقة تلاميذ في مدرسة يسوع. So may all your life, Allah, be always a life given to Jesus, and may all the people you encounter during all your life see in your activity, in your life, the life of Jesus. لتكن يا علاء كاهنا وراعيا صالحا ليسوع وليرى الشعب والجماعة دائما فيك صورة الراعي الصالح. المبروك. ألف مبروك. إخوة الحبيب والحبيب الابن الحبيب قبل ارتكائك إلى درجة الكهنوت عليك أن تورب أمام شعبي أن أسمك قبلي هذه المهمة فهل تريد أن تقوم بالخدمة الكهنوتية دوما كمواونا مخلصا للساكفة في رعاية خراف الرب تحت قيادة روح القدس؟ نعم أريد. هل تريد أن تحتفل بأسرار المسيح المقدسة وخصوصا الذبيحة الإفكاريستية والسيرة المسلحة وفقا لسنة الكنيسة بتقوى وإيمان في سبيل حمد الله وتقديس شعب المسيحي؟ نعم أريد. هل تريد أن تخدم الكلمة بوقار وحكمة في التبشير بالإنجيل وأرض ألمانيا الكاثوليكي؟ نعم أريد. هل تريد أن تواظب على الصلاة وتطلب معنا رحمة الله للشعب الذي سيوكل إليك؟ نعم أريد. هل تريد أن تتحد أكثر فأكثر بالمسيح الكاهن الأدم الذي قدم ذاته عنا للأبي ذبيحة طاهرة وأن تكرس نفسك الله معه من أجل خلاص العالم؟ نعم بعون الله أريد. أتعدني أنا وخلفائي بالاحترام وطاعتي؟ نعم أعد. ليسر الله في إتمام هذا العمل الصالح الذي بدأه هو نفسه. آمين. إن حبة الحنطة التي تقع في الأرض إن لم تمت تبقى وحدها، وإذا ماتت أخرجت ثمرا كثيرا. إن استلقاء الشماس على الأرض في هذه اللحظات يرمز إلى الموت عن حياته وإرادته، فهو يكرس بهذا الفعل أعماله لكي تكون أعمالاً يساهم بها في بناء ملكوت الله على الأرض. هكذا يتحول الموت إلى نبع حياة لا ينضب وخصباً بثمار كثيرة. في هذه اللحظات نتحد نحن كنيسة الأرض مع كنيسة السماء مصلين من أجل الشماس علاء حتى نستمطر نعم السماء عليه جاثين وخاشعين. My dear people, let us pray that God, the all-powerful Father, will pour out abundantly the gifts of heaven on this His servant, whom He has chosen for the office of priest. لنشذو خاشعين.
أيتها القديسة مريم والدة الإله صلي لأجلنا. أيها القديسون ميخائيل وجبرائيل ورفائيل صلوا لأجلنا. يا ملائكة الله القديسين صلوا لأجلنا. أيها القديس يوحنا المعمدا صلي لأجلنا. أيها القديس يوسف صلي لأجلنا. أيها القديسان بطرس وبولس صلي لأجلنا. أيها القديس أندراوس صلي. أيها القديس يعقوب صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا صلي لأجلنا. أيتها القديسة مريم المجدالية صلي لأجلنا. أيها القديس استيفانوس صلي لأجلنا. أيها القديس أغناطيوس الأنطاكي صلي لأجلنا. أيها القديس لورنسيوس صلي لأجلنا. أيها القديس جورجيوس صلي لأجلنا. أيتها القديسة أغنيسيا صلي لأجلنا. أيتها القديسة عن بربتوا وفيليشيتا صلي لأجلنا. أيها القديس غريغوريوس صلي لأجلنا. أيها القديس أغسطينوس صلي لأجلنا. أيها القديس أثناسيوس صلي لأجلنا. أيها القديس باسيليوس صلي لأجلنا. أيها القديس نيكولا صلي لأجلنا. أيها القديس سابا صلي لأجلنا. أيها القديس مارتينيز صلي لأجلنا. أيها القديس مبارك صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا الدمشقي صلي لأجلنا. أيها القديسان فرانسيس وعبد الآحد صلي لأجلنا. أيها القديس فرانسيس كسفاريوس صلي لأجلنا. أيها القديس أنطون البدواني صلي لأجلنا. أيها القديس أنطون البدواني صلي لأجلنا. أيها القديس أنطون البدواني صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا فياني صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا بوسكو صلي لأجلنا. أيتها القديسة تيريزيا صلي لأجلنا. أيتها القديسة كاترينا السيانية صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا الثالث والعشرون صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا بولس الثاني صلي
أيتها القديسة ماري ألفونسين صلي لأجلنا. أيتها القديسة مريم يسوع المصلوب صلي لأجلنا. يا جميع قديسي الله وقديساته صلوا لأجلنا. كن رؤوفا ناشيا يا رب من كل شر ناشيا يا رب من كل خطيئة ناشيا يا رب من الموت الأبدي ناشيا يا رب من أجل تجسدك ناشيا يا من أجل موتك وقيامتك ناشينا يا رب من أجل حلول الروح القدس ناشينا يا رب نحن الخطأ نسألك أن ترعى كنيستك المقدسة وتحفظها نسألك فاستجب لنا أن تحفظ في الإيمان والتقوى حبرنا الأعظم وجميع ذوي المراتب الكنسية نسألك فاستجب لنا أن تمنح جميع الشعوب السلام والوفاق نسألك فاستجب لنا أن تثبتنا وتحفظنا في خدمتك المقدسة نسألك فاستجب لنا أن تبارك هؤلاء الذين اخترتهم نسألك فاستجب لنا أن تبارك وتقدس هؤلاء الذين اخترتهم نسألك فاستجب لنا أن تبارك وتقدس وتكرس هؤلاء الذين اخترتهم نسألك فاستجب لنا يا يسوع ابن الله الحي نسألك فاستجب لنا أيها المسيح اصغي إلينا أيها المسيح اصغي إلينا أيها المسيح استجب لنا أيها المسيح استجب Hear us, we beseech you, O Lord our God, and pour out on these servants of yours, servant, the blessing of the Holy Spirit and the power of the priestly grace, that the one whom in the sight of your mercy we offer to be consecrated may be surrounded by your rich and unfailing gifts. Bilmasih Rabbina. Inhadu. يقوم الآن رئيس الأساقفة والأساقفة والكهنة معاً بوضع أيديهم على رأس الشماس، وهذه هي العلامة المعتمدة كما في الكتاب المقدس منذ بدء الكنيسة لطلب نعمة الروح القدس الذي يسم بوسمه وبمواهبه السنية وثماره كل من يكرس حياته منقاداً له، فيغدو بهذا الختم كاهناً للمسيح والكنيسة. هذا هو الكهنوت، هو كهنوت الخدمة، كهنوت غسل الأرجل وكهنوت الصليب.
Draw near, O Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, Author of human dignity. It is you who apportion all graces. Through you everything progresses. Through you all things are made to stand firm. To form a priestly people, you appoint ministers of Christ to your Son by the power of the Holy Spirit, arranging them in different orders. Already in the earlier covenant, office arose established through mystical rites. When you set Moses and Aaron over your people to govern and sanctify them, you choose men next in rank and dignity to accompany them and assist them in their task. So too in the desert, you implanted the spirit of Moses in the hearts of 70 wise men. And with their help, he ruled your people with greater ease. So also you upon the sons of Aaron, you poured an abundant share of their father's plenty, that the number of the priests, the scribes by the law, might be sufficient for the sacrifices of the tabernacle, which were a shadow of the good things to come. But in these last days, Holy Father, you sent your Son into the world, Jesus, who is apostles and high priest of our confession. Through the Holy Spirit, he offered himself to you as a spotless victim. He had made his apostles consecrated in the truth, sharers in his mission. You provided them also with companions to proclaim and carry out the work of salvation throughout the whole world. And now we beseech you, O Lord, in our weakness, to grant us this helper you that we need to exercise the priesthood that comes from the apostles. Grant, we pray, Almighty Father, to this your servant, the dignity of the priesthood. Renew deep within him the spirit of holiness. May he henceforth possess this office, which comes from you, O God, and is next in rank to the office of bishop. And by the example of his manner of life, may he instill right conduct. May he be worthy co-worker of our order, so that by his preaching and through the grace of the Holy Spirit, the words of the gospel may bear fruit in human heart and reach even to the ends of the earth. Together with us, may he be faithful steward of your mysteries, so that your people may be renewed in the waters of rebirth and nourished from your altar, so that sinners may be reconciled and the sick raised up. May he be joined with us, Lord, in imploring your mercy for the people entrusted to his care and for all the world. And so may the full number of all the nations gathered together in Christ be transformed into your one people and made perfect in your kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. يرتدي الآن الكاهن الجديد حلة الكهنوت التي ترمز مع بطرشيلها إلى المشاركة في السلطة الكهنوتية، ثم يدهن الأسقف يدي الكاهن بزيت الميرون لتكون مختومة بختمه المقدس الذي لا يمحى إلى الأبد. Thank you.
يخفتك يسوع المسيح الذي مسحه الاب بروح القدس والقوة. فتكدس الشعب المسيحي وتقدم الذبيحة لله. تسليم الخبز على الصينية والخمر في الكأس، هذا هو التبادل العجيب بين ضعفنا ورحمتك، بين فقرنا وعظمتك الإلهية يا رب. فنحن نقدم لك ما هو لك، وأنت بقدرتك تقيم منها أسرار الخلاص. فكما نقوم بتقديمة الخبز والخمر على المذبح ليتحول إلى غذاء روحي للمؤمنين في جسد الرب ودمه المقدسين، هكذا أيضاً قدم أهل الشماس ابنهم ليكون مكرساً لخدمته، وهو الرب اليوم يحوله بنعمته إلى عامل وخادم في حقله المقدس لمجده تعالى ولخير الكنيسة المقدسة ولخلاص النفوس. إليك تقديمة الشعب المقدس لتقربها لله. تنبأ لما أنت صنيع واقتدي بما أنت متمم، وليكون الرب في سير لصليبه قدوة لحياتك. أيتها الكنيسة المقدسة، يا أمنا الحبيبة، لا تزالين في ريعان شبابك دائما. تهللي وانشري الزغاريد والأناشيد، ها أنت تلدين اليوم كما في الأمس كاهنا جديدا، رسولا جديدا للمحبة والحياة، فارسا جديدا منطلقا للعمل في حقل الرب. فقد فاح عبير ميرونك المقدس وأعطى هذه الثمرة، الأب علاء سليم بعير. مبروك لأبرشيتنا العزيزة هذه الثمرة، مبروك للبطركية اللاتينية، مبروك للمعهد الإكليريكي، لأهل الكاهن الجديد وأقاربه، لرعية المصدار في عمان، لكهنتها وراهباتها، ولكل رعايا البطريركية اللاتينية، مبروك الكاهن الجديد. حصنا المليء، ما أعظم
إبليس خاف وارتجف، شد يا لساني
صلوا أيها الإخوة إلى لاخي الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. For God who have willed that your priests should minister the holy altar and serve your people, grant by the power of this sacrifice, we pray, that their labors may constantly please you in your church, bear the fruits which lasts forever. Bilmasih Rabbina. Rabbu ma'akum. لنرفع قلوبنا إلى الأولى لنشكر رب إلهنا It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent as your Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory as we, with one voice, we acclaim. كان لكدوسم أيولاب ينبوا في كدسة فنسألوا كان تفي دارك على هذا الكربين يكدسة فتتحول من أجنى إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا فهو أخينا ما أسلم نفسه لله أخذ خبزا وشكر ثم كسر ونوى تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يقتل من أجلكم كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس وشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري هذا سر الإيمان لذلك فيما نحن ذكر موتك
نقدم لك أيها الأب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نجتنب في جسد المسيح ولدي، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا، وبطريركنا فؤاد، وأسقفنا ويليام، وأسقفنا سليم، وأسقفنا بولس، وجميع الأساقفة وسائر الكليروس. أذكر إخوتنا الذين ركضوا على رجاء القيامة، أذكر جميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. إياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، أن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، ورسول الأطهار، وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. امتثالا لوصية المخلص واستدانا إلى تلميح لله نتصور فنقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ناجنا يا رب من جميع الشرور، تكتب لنا سلام في أيامنا، وتنتهي برحمتك وفاتنا من الخطيئة، لنعمل كل تراب نحن متطيرا في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد على الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلامي أمنحكم، لا تنتهي خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليك الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي الملك إلى دهيد دهور. آمين. إياكم سلام الرب معكم دائما. ومع ربك دائما. تبادلوا سلام المسيح. Yeah.
ودا حمل الله ودا الخميل قتال العلامة طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. Thank you.
Sally. May the divine sacrifice we have offered and received, O Lord, give new life to your priest and all your servants that, united to you in unfailing love, may receive the grace of giving worthy service to your majesty. Bimasihi Rabbina. Amen. قال القديس يوحنا بوسكو إن أعظم عطية يمكن أن يمنحها الله لعائلة هي أن يكون ابنها كاهنا. وقال القديس فرانسيس الأسيزي إن البشرية ترتعد والكون يهتز والسماء تهلل عندما يكون المسيح ابن الله الحي حاضرا على المذبح في يد الكاهن. وقال البابا بيوس العاشر الكاهن الذي ليس قديسا ليس فقط عديم الفائدة بل أيضا ضار بالكنيسة. أيها الكاهن الجديد إن رسالتك كبيرة وقيمتك عظيمة وكرامتك عالية في نظر الله وفي نظر الكنيسة، فكن على قدر المسؤولية ولا تخشى الصعاب، وتأكد بأنه بعد الصليب هناك القيامة وبعد الصعوبة هناك فرح العطاء وتعزية الرسالة. تذكر من دعاك وكن على مثاله راعيا وديعا فقيرا عفيفا كريما مطيعا وخادما للجميع. نبارك لك الرسالة الكهنوتية ونتمنى أن تكون حضور يسوع الحي في الرسالة الجديدة. باسم عائلة المعهد الإكليريكي أود أن أقدم الشكر الجزيل والامتنان العميق للمدبر الرسولي سيادة رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابيلا على ترأسه هذا الاحتفال البهيج ومنحه رتبة الكهنوت المقدس الكاهن الجديد الأب علاء. كما أشكر غبطة البطريرك فؤاد طوال وسيادة المطران ويليام الشوملي وسيادة المطران بولس مرقدسو وسيادة المطران سليم الصائغ وقدس الأب حنا كلداني النائب البطريرك في الناصرة وجميع الكهنة والرهوان والرهيبات والمحسنين وفرسان وفارسات القبر المقدس والمؤمنين الكرام الحاضرين من كل مكان لمشاركتنا هذه الفرحة الكبيرة. مرة ثانية أشكركم جميعا على حضوركم ومشاركتكم لنا هذا العرس الكنسي البهيج في هذه الكنيسة الجميلة، وأخص بالذكر رئيس هذا المركز الأب شوقي بطريان والأخوات الراهبات وجوقة كنيسة قلب يسوع الأقدس والأمانة العامة لكشافة اللاتين في الأردن والجنود المجهولين والأياد البيضاء. تهانينا لذوي الكاهن الجديد، مبروك للبطريركية اللاتينية الأورشليمية ومبروك للمعهد الإكليريكي. كما يسرنا أن ندعو الجميع للمباركة والضيافة في ساحة الكنيسة بعد خروج الموكب. كما وذلك قبل 3 أيام تم رسامة كاهن جديد تابع لسيمينير أم الفادي في الجليل، هو الأب خافيير مارتينيز الذي ارتسم قبل 3 أيام. وقد تعين كاهنا مساعدا في رعية شفا عمر في الجليل. Before the blessing, the rector thanked everyone, but we have to thank first of all the family, but that granted their son to the church, but also the staff of the seminary that took care of their of his formation. So thank you. I know that is not always easy, and they sometimes made your life difficult. Sometimes also the opposite. But at the end, we have a new priest, thank to you, so thank you. Arapumakum. Yakum ismul rab mubarakan. Maunatun abismil rab. Barakakum walakul kadir walakul ishai Allah waliben waruhil kudus. Idhabu bisalam al-Masih.